ودلوقتي وصلنا لدور الثمانية اللي وصل فيه معانا رؤى ونور وطارق وياسمين يؤنى وآية ودنا وأحمد الشريف. أهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من الموسم الثاني من برنامجكم مفضل تحدي المختبر. طبعا زي ما انتوا عارفين دلوقتي ان احنا في ماتشات دور الثمانية، ثمانية بيتنافسوا مع بعض مين هيكون فيهم بطل تحدي المختبر الموسم الثاني. النهاردة يا جماعة ماتش بناتي خالص، النهاردة اتنين من اقوى المتسابقين اللي كانوا بيظهروا قدرات خاصة جدا من اول حلقة. النهاردة معايا دانا ونور. التحدي الاول كان في كوبايه قدام المكتب، كان في سناره معانا المفروض ان احنا بنصطاد حاجات. انت كسبتي اول تحدي. انا اللي كسبت التحدي الاول. التحدي الثاني تحدي سؤال السرعه، قدرت نور تاخد النقطه الثانيه وتتعادل في ثاني تحدي معانا. انا اللي كسبت التحدي الثاني. انا واثقه ان انا اللي هوصل للنهائي. لا طبعا انا اللي هوصل للنهائي، مفيش الكلام ده، انا متاكده. سعيد الاول تحدي اكيد. سعيد الاول تحدي. أنا ودانا ونور جاهزين لأول تحدي عندنا النهاردة من تحدي المختبر. وجهزنا لأول تحدي عندنا النهاردة. طبعاً زي ما أنتوا تعودتوا معايا في أول تحدي لازم نتعلم معلومة علمية بسيطة، وكمان عرفتوا لما دخلنا دور الستاشر ودور الثمانية لازم نفك كده عن نفسنا ونكسب شوية ثقة. جبنا أكشن علوم على شوية نام. بس قبل ما أعرفكم الأكشن اللي هتعملوه اللي هتفكوا بيه، عايز أسألكوا سؤال. حد يعرف يعني ايه طاقة نظيفة؟ اللي هي الطاقة الكويسة اللي مش بتضر البيئة. طاقة كويسة مش بتضر البيئة، دي اجابة طفل بريء. احنا هنا في برنامج تحدي المختبر ساينس. يعني ايه طاقة نظيفة؟ طاقة نظيفة اللي هي معناها زي مواد كيميائية كده. عادي في طاقة بنقدر نطلعها كهرباء مثلا تعتبر طاقة، بس هي اصلها فيها مواد كيميائية. تصدق انت ممكن يكون كلامك صح، ممكن يكون اي حاجة فيها طاقة مش نظيفة تكون فيها مواد كيميائية. بس انا قصدي بالطاقه النظيفه هي الطاقه المتجدده اللي ما بتخلصش. طيب حد يقدر يقول لي مثال للطاقه النظيفه او المتجدده؟ طاقه الشمس. طاقه الشمس حاجه كمان. ايه والهيدرو الكتريك اللي هي بنستعمل ميه. ايوه جميل، بس فيها شويه حاجات ممكن تكون غير متجدده. بس في حاجه كمان، الويند. الرياح، هو ده جاي اتكلم عنه النهارده. الرياح تعتبر من اهم الطاقه المتجدده والنظيفه اللي عندنا، لان طول ما في رياح نقدر نطلع منها طاقه عن طريق الجنريتور. بيشتغل ازاي الجنريتور؟ الموضوع بسيط جدا. حد فيكم شاف طواحين الهواء عندنا في البحر الاحمر؟ رحت البحر الاحمر قبل كده؟ خساره، رحت قبل كده؟ طب ما شفتوش في التلفزيون اي طاحونه هواء ولا بتاعت هولندا؟ شفتوش الشكل ده قبل كده؟ طيب انا شفته. شفتوش؟ شفتيش المروحه؟ لا شفته مره على التي في. على التي في شفت ايه اللي بيحصل؟ تلاقي حاجه ضخمه وكبيره وبتلف ببطء جدا. تفتكري ده ايه؟ دي بيكون فيها 3 ارمز بس. ايوه فيها 3 ارمز بس دي ليها علاقه بالهندسه بتاعت الحجم الكبير. هنا الموضوع بسيط جدا. لو انا اعتبرت ده الويند ميل بتاعتنا او طاحونه الهواء بتاعتنا وهي في رياح معديه عليها، ايه اللي هيحصل؟ مفيش متوصله باي حاجه ولا ليها اي سلوك. طبعا شايفين الموضوع بسيط، شايفين اللمبه اللي تحت. لو جيت مثلا رحت شغلت الرياح بتاعتنا، قدرت من الرياح ان انا احرك الويند ميل بتاعتي، فابتدت طاقه الحركه عن طريق حاجه اسمها الحس الكهرومغناطيسي. مش عايز ادخلكم في الموضوع قوي كده. قدرت ان انا انور لمبه واحرك دينامو. وعلى فكره نفس المبدا ده بيستخدموه في السد العالي، بس عن طريق حركه ايه؟ الامواج، يقدر يطلع منه كهرباء. فاهم الموضوع؟ طيب سيادتكم انتوا الاثنين قصادكم قطع متفككه، مطلوب منكم ان انتوا تنوروها. طيب دي نقطه، انت عشان تاخد النقطه دي عايز افرفشكم، عايزين نعمل حاجه كده لذيذه جدا. سيادتكم انتوا الاثنين تاخدوا وضع استعداد عند اماكنكم اللي هناك. اتفضلوا. عندكم كل واحد فيكم عدد كور من البنج، انتوا الاثنين نفس العدد بالظبط، وسطكم باسكت. اللي هيجيب في الباسكت ده 3 كور هيقدر يجي الاول، هياخد نقطه وهيجي يجمع الويند ميل بتاعته وينورها ياخد النقطه الثالثه. طيب انت هتاخد الكره ترميها؟ لا مش خلي الموضوع ايه بسيط، هتستخدموا التراب بتاع الفوطه والموجه اللي انتوا هتعملوها ان انتوا تنقلوا الكوره. يعني هتحطوا الكوره في اي مكان انتوا عايزينه على الفوطه اللي قصادكم، وتحركوا الفوطه وتنقلوا الطاقه اللي من ايديكم للفوطه للكوره تدخلوها الباسكت عشان الموضوع يبقى سهل. اللي هيعمل 3 كور يقول ايه؟ انا خلصت، عشان يجي جري ياخد النقطه الثانيه.
يعني اللي هيجيب 3 كور هياخد نقطه، بس اللي هينور اللمبه الاول هو اللي ياخد النقطه لوحده. يعني انتوا الاثنين ممكن تاخدوا نقطه الكور، بس مش انتوا الاثنين هتاخدوا نقطه الكت، بس ممكن الثاني يخلص بعدك في الكور مثلا ويجي يشغل الكت قبلك. اللي هينور اللمبه الاول في كل الاحوال هو اللي ياخد النقطه. مفهوم؟ مفهوم. اوكي، دانا ونور جاهزين لاول تحدي عندنا النهارده من تحدي المختبر. 3 2 1 جو. اهم حاجه تلمس الكوره بايدك، تحط بره. خش جرب في اللي بعد. الله يا نور، محسوبه، اعتبرها بوكت. يلا يا دانا، نور جابت الاولى، شكلها هتجيب الثانيه، عدت جنبيها. النشان مهم، الموضوع يا جماعه مش سهل. نور جايبه واحده. دانا يا دانا في العارضه، اقوى يا دانا شويه، نور بتعدي منها. ودانا جابت اول واحده، محسوبه ليك هي كمان يا دانا. يلا يا نور، مين هيستخدم الاضطراب؟ ودانا بتجيب الثانيه وبتقرب للثالثه، وهتيجي تعمل الكات بتاعتها ولا لا؟ نور تحت ضغط، دانا جاي الثالثه. خلصت، كملي يا نور، معاكي فرصه. على فكره الموضوع ده صعب مش سهل، كملي بالكور بتاعتك. هي ممكن ما تلحقش تخلص التركيب بتاعها كله. ونور جابت الثانيه، ناقص لك واحده كمان يا نور، تعالي الحقي واكسبي فرصه قبل ما هي تنورها الثالثه. تعالي يا نور، يلا يا نور انجزي، انجزي الحقيها قبل ما تركب ازازتها. تقدري تاخدي فرصتك، هتقدري تخلصي. يا ترى مين؟ 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 لحظه 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 لحظه، ثانيه. خلاص مش مشكله، فرق بسيط جدا، نقطه. انت على فكره لو كانت الكره الثالثه دي ما دخلتش كنت هتاخدي النقطه بتاعتك. انت تاخدي نقطه. ده انا على فكره والله انت لو كنت اتاخرتي في المجاي كانت هي ركبت القطعتين. مش عارف ركبتهم بسرعه كده ازاي، انا بصيت لمين جيت شمال لقيتك مركبها. عاش عاش كده، نقطه النور، نقطتين دي دانا. عارفين التحدي التاني فاكرينه؟ اسئله السرعه. فاكرين كل سؤال بقى عليه كام نقطه؟ نقطه كامله، يعني عندي 5 نقط. خلي بالك نور قويه جدا في اسئله السرعه، وانت كمان ذكيه جدا في اسئله السرعه. جاهزه يا دانا؟ اكيد. جاهزه يا نور؟ جاهزه. واتمنى كمان ان انتوا تكونوا جاهزين. الاسئله اهي، الاجابات زي ما انتم متعودين قبل ما نخش على الفقره. وكده كلنا جاهزين، انا ودانا ونور وانتوا كمان، لتاني تحدي عندنا النهارده، تحدي سؤال السرعه. جهزنا تاني تحدي عندنا النهاردة، تحدي سرعة البديهة، تحدي الناس اللي بتركز في كل كلمة، التحدي اللي زهقت من كتر ما بقول للناس ركزوا يا جماعة في كلامي قبل ما تجاوب. كم واحد فيكم تسرع يا جماعة المرة اللي فاتت؟ أنا تسرعت كتير قوي. وانت تسرعت كم مرة يا نور؟ تسرعت. كم نقطة ضاعت منكم بسبب ان انتوا بتركزوش في الكلام؟ أنا بالظبط النقطتين ضاعوا مني عشان ما ركزتش في السؤال بالظبط. شفتي؟ نقطتين من أصل 5 نقط، كتير كتير. نقطتين دول معناهم 4، انت مش هتسمحي للي قدامك ياخدهم. فخلي بالك النقطة باتنين. في اللعبة دي النقطة مهمة. 5 أسئلة النهاردة، معتمدين قد ايه انتوا مركزين، قد ايه انتوا عندكم منطق، قد ايه عندكم خلفية علمية الصراحة قوية. جاهزين؟ جاهزة؟ دانا ونور جاهزين لأول سؤال من أسئلة تحدي السرعة، والسؤال بيقول: شفت حديد بيصدي قبل كده؟ طبعا الحديد زي ما احنا عارفين بيصدي بعد فترة. السؤال هنا بقى بيقول: الحديد تحديدا بيصدي بسبب تفاعله مع الهواء. دي معلومه ليكم. اي من المكونات الهواء يتفاعل مع الحديد فيصدى؟ حد فاهم السؤال؟ الحديد بيتفاعل مع ايه في الهواء بالظبط فبيصدي؟ هل النيتروجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا الاكسجين؟ ده نور الاول. نور الاول. ده نور الاول. أفلا. أوكي. ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون. أكسجين. أكسجين. إيش معنى ثاني أكسيد الكربون؟ عشان كنت شايفة تجربة على النت من يوم سنة سبت. كنت شفت التجربة حاجة زي كده على النت. لا. أكسجين. هي مش تجربة على النت. أكسجين. إيش معنى؟
انا قريت ان كان في كتاب اللي هو الاكسجين بيعمل مع الميه فبيخلي الايرون يصدق. الاكسجين او الميه مش مع الميه او مع بخار الميه بيخلي الحديد يصدي وبيكون طبقه من اكسيد الحديد. اجابه صحيحه يا نور، الاكسجين اول نقطه. ندوس على البازل الاخر، ندوس على البازل الاخر، مش عايزين لخبطه. اوكي، سؤال منطقي، سؤال منطقي محتاج ده يكون عنده منطق، مش شرط يكون عندك المعلومه. عارفين الحوت؟ الحوت من اكبر الكائنات اللي موجوده عندنا في سطح الكوكب. طبعا الحوت ليه قلب، صح انا غلطان؟ السؤال هنا، عدد دقات قلب الحوت ايه بالظبط من عدد دقات قلب الانسان؟ هل اكبر من عدد دقات قلب الانسان ولا اقل من عدد دقات قلب الانسان ولا بتساوي عدد دقات قلب الانسان؟ نور، اكتر. اكتر من عدد دقات قلب الانسان؟ لا بقول اقل. بتقولي اقل، اشمعنى اقل؟ ممكن عشان يكون بيبقى تحت المايه. عشان ايه؟ اوكي يكون عشان بيبقى تحت المايه. عشان تحت المايه ملهاش علاقه يعني بحجم قلب الحوت؟ لا بصراحه لا. وانت بتقولي اكبر ليه؟ اكتر عشان هو محتاج يبمب الدم لمكان اكبر، يعني الحوت اكبر من الانسان فهو القلب محتاج يدق اكتر عشان يقدر يوصل لكل حته. والله تفكير منطقي جدا، بس التفكير المنطقي ده بيقودنا ان هو ما ينفعش يكون اكبر من عدد دقات قلب الانسان. طب هل بقى بيساوي ولا اقل؟ بيساوي ولا اقل؟ موضوع الدم ده ليه علاقه بحجم القلب، ملوش علاقه بعدد الدقات، وموضوع ان هو تحت الميه وبيطلع فوق يخلينا نقول ان عدد دقات قلب الحوت اقل من عدد دقات قلب الانسان. برافو يا دنا، ماشي، نقطه عندك ونقطه عند دنا. طبعا النقطة التانية اللي جبتيها عشان هي قلتي عكس الإجابة، يا تطلع صح يا تطلع غلط، مش مشكلة. نروح للسؤال التالت. السؤال التالت بقى محتاج بالله عليكم تركزوا، سؤال سهل جدا جدا جدا، بس بجد لو اتسرعت هيبقى أصعب سؤال عليك. الضوء عشان يوصل من الشمس للكواكب بياخد وقت، تحديدا عشان يوصل للأرض بياخد حوالي 8 دقايق و13 ثانية. تفتكروا بيوصل لكوكب المريخ اسرع ولا ابطا ولا في نفس الوقت؟ بيوصل للمريخ اسرع. بيوصل للمريخ اسرع. ضوء الشمس بيوصل للمريخ اسرع ولا ابطا ولا في نفس وقت الارض؟ انا اقول اقل. ابطا. ليه؟ عشان بعيد عن الارض شويه. نور، سرعت وكنت قصدي. سرعت يا نور، سرعت يا نور. المريخ ابعد من الارض بالنسبه للشمس. طب السؤال سهل، ايه يا دهنا مصليه كام ركعه النهارده؟ والله كده فعلا ضوء الشمس بيحتاج وقت اكتر، يعني ابطا من الارض، فاجابه صحيحه يا دهنا. نقطتين ونقطه، فاضل نقطتين يا نور استغليهم. طيب سؤال الصراحه محتاج، بتحبوا الحيوانات الأليفة؟ بتحب الحيوانات الأليفة؟ طيب لو انتوا بتتعاملوا مع حيوانات أليفة تعرفوا تتجاوبوا السؤال ده بسهولة. حيوان أليف قدراته العقلية تشبه قدرات طفل عنده سنتين. لو انتوا ربيتوا حيوان أليف قبل كده هتعرفوا حيوان أليف من اللي أنا هقولهم قدراته العقلية بيشبه قدرة طفل عنده سنتين. هل القطة ولا السلحفة ولا الكلب ولا السمك ولا العصافير؟ القطة؟ القطة. قطة ذكية طبعا. القطة. ممكن ليه اختيارات تانية؟ قطة ولا كلب ولا سلحفة ولا اسماك ولا عصافير؟ كلب. الكلب، اشمعنى؟ انتوا قعدتوا واحدة بتقول القطة واحدة بتقول الكلب. القطة. القطة، انت مربية قطة صح؟ كنت مربية قطط كتير يعني. كنت مربية قطط كتير، القطط أذكية؟ القطط هي القطط في ساعات بتبقى ذكية قوي، في حاجات مش بتعرف تفهمها بس هي عشان كيوت. عشان كيوت فبنقول عليها طفل زي سنتين، بس انا بتكلم على القدرات العقليه. ايش معنى الكلب؟ انا صاحبتي كان عندها كلب وكنت بقعد معاه كتير وبلاقي سمك. السمك؟ السمك بينسى اصلا كل ايه من 3 دقايق. عشان كده عشان طفل. ها صاحبتي كان عندها كلب فانا كنت سمتايمز بقعد معاه، فهي لما بتلعب مثلا معاه فتش فهو يفهمها. بيفهمها لو قعدت تعملي ده مع القطه
والله من هنا لبكره مش هتفهم. الطفل سنتين مش بيفهم. لا الطفل سنتين عنده قدرات عقليه تخليه يقدر يتعلم المشي ويقدر يتعلم بدايه الكتابه. بالعكس في سنتين؟ ناس عندها سنتين بتقدر تركب خيل. دي معلومه ليكي في بدايتهم. طبعا السلحفه لا، السمكه لا، العصافير لا. والكلاب هي فعلا بتشبه في قدراتها العقليه طفل عنده سنتين. ماتش مولع، الماتش مولع. يا ترى يا هل ترى اخر سؤال صعب والله. لو تسالني ما كنت هعرف اجاوب عشان بس انا شايف الاجابه قدامي. انا بس بحاول ان انا ايه اعرفكم. لو انتوا بقى ناس مذاكره هتعرفوا. توجد مستقبلات التذوق للفراش. عارفين مستقبلات التذوق؟ يعني مستقبلات التذوق احنا عندنا ثنة، حاسه الشم، العينين، دي اسمها مستقبلات تذوق. نقدر يعني انت بس تخش المطبخ وشم طشه ملوخيه وشميت الريحه بتعرف ان دي ملوخيه صح؟ دي اسمها مستقبل تذوق. هي الفايف سنسز. غير الفايف سنسز، انا بتكلم على حته التذوق. تمام. مستقبلات التذوق للفراشه موجوده في جناح الفراشه ولا قدم الفراشه ولا بطن الفراشه؟ اتفضلي. بطن الفراشه. بطن الفراشه. جناح الفراشه ولا قدم الفراشه ولا بطن الفراشه؟ هو جناح. جناح. بس تسالنيش ليه. بس مش هسالك ليه والله العظيم. هسالك ليه ثاني. لا دي مش هتتحسب. انا مش عارف ليه. انا عارفه دي مش هتتحسب بوينت، لكن ممكن ممكن تكون قدمها عشان هي لما تلمس حاجه يعني لما هي تحس. او هنا اجابتي على السؤال ده لما قعدت افكر فيها انا كنتش عندي المعلومه. بس الفراشه اصلا عشان تقدر انها تستقبل انها تعرف الحاجه اللي هتاكلها او تتذوقها. انا قلت لك ثلاث اجابات. البطن والجناح والقدم. ايه اللي هتستخدمه علشان تلمس الحاجه؟ قدم. الجناحات مالهاش دعوه. تلمس الحاجه بتستخدمها عشان تبقى مستقبل تذوق. يعني الحاجه المنطقيه اكيد مش الجناحات واكيد مش البطن واكيد مش رجليها. لا اكيد رجليها. الاجابه هي رجليها. ما شاء الله عليكم انتوا الاثنين بصراحه. ماتش قوي، اسئله قويه، برافو عليكم انتوا. قدرتي تاخدي نقطتين وانت قدرتي تاخدي نقطتين والنقطه الاخيره ما حدش فيكم قدر ياخدها. برافو، ماتش قوي جدا. طبعا مش نهايه المطاف، الماتش متقارب جدا، ما حدش لسه كسبان. فكره التحدي الاخير. التحدي الاخير يا جماعه قوي جدا. جاهزه؟ جاهزه. جاهزه دلوقتي انا ودانا ونور جاهزين لاخر تحدي. وابتدى التحدي من تحدي المختبر. هل المية ممكن تكون سبب في الاسعاف؟ يا ماما ده ثلج بيولع. الغاز اللي خارج هو غاز الاسيتيلين. فكرة المدافع دايما قايمة على الحرارة. وجهزنا لاخر تحدي عندنا النهارده. التحدي اللي دايما بيحسم مين اللي بيتاهل للمراحل اللي بعد كده. طبعا انتوا فاكرين اخر تحدي المره اللي فاتت كان عباره عن ايه؟ تجارب صح؟ فاكره التجارب بتاعتك في التحدي؟ مش فاكره. فاكره التجارب بتاعتك في التحدي؟ مش فاكره. لا مش مشكله. خلينا نبتدي عادتنا في التحديات بتاعتنا الاخيره بسؤال. والسؤال ده ما لهوش نور. هل الميه ممكن تكون سبب الاسعاف؟ يا ماما ازاي؟ مثلا دي مثال كده شفت الميه فيه كانت سبب في الاشتعال؟ شفت حاجات على الانترنت كان فيه حاجات كده بيحطوا حاجه زي الكربون بتحطها جوه الميه وبتعمل حاجه زي الكربون بتحطيها جوه الميه بتعمل فرقعه. صح، اللي هو مثلا لما نحط تقريبا اللي هو كان نحط الصوديوم في الميه. الصوديوم. الصوديوم ده قصه ثانيه. هو حاجه بتتفاعل فعلا مع الميه تعمل بوب ساوند. البوب ساوند وبيبقى فيه فرقعه. أيوة. احنا عندنا حاجه شبه كده بس انا مش هبتدي ان انا اقول لكم ايه هي الا ما نشوف سوا. اوكي سامعين صوت؟ صح. انا لو جيت عملت كده اوكي ده كان تلج. تمام مش انت قلتي بوب ساوند وبتاع؟ ايوه اهو بوب ساوند جالك لحد عندي. ده تلج بيولع. تلج. تلج. تلج عباره عن ايه؟ عن ميه. السؤال الاول، الماده اللي انا اضفتها على التلج اسمها
كالسيوم كربايد. تفتكروا لما اضفنا الكالسيوم كربايد على الميه ايه الغاز اللي خرج وسبب الاشتعال اللي انتوا شايفينه؟ هل هو غاز الاكسجين ولا غاز الهيليوم ولا غاز الهيدروجين ولا غاز الاستيلايد؟ كتبتوا الاجابه؟ هيدروجين. ها؟ الهيدروجين. الهيدروجين. اكسجين. وانتي؟ اكسجين. اكسجين. الهيدروجين برضو بيفرقع وبيعمل بوب ساوند وبيولع، عندك حق. وده بيحصل في تفاعل الصوديوم مع الميه مثلا. الاكسجين لا يشتعل اصلا، لكنه يساعد على الاشتعال. الغاز اللي خارج هو غاز الاسيتيلين. صعبة يا جماعة، انتوا في دور الثمانية، انتوا في دور الثمانية. ماشي، اول سؤال راح منكم انتوا الاثنين. سمعتوا لفظ الاسيتيلين ده في حتة قبل كده؟ ما سمعتوش خالص؟ طب انا هوريكم منظر ليه اكيد هتفتكروه، عشان السؤال الثاني مهم جدا ان انتوا تشوفوا المنظر ده قبل ما تجاوبوا. لو جبت قطعه من الكالسيوم كربايد او كربيد الكالسيوم وحطيتها في الازازه اللي عندي، طبعا فيها شويه ميه صغيرين، وجيت ولعت من فوق، شفتوا المنظر ده قبل كده؟ ولع ولع. هنعرف. بصوا المنظر ده كويس، لان السؤال الثاني بيقول فيما يستخدم غاز الاسيتيلين الناتج من تفاعل الكالسيوم كربايد مع الميه اللي هو C2H2، هل بيستخدم فيه غاز المنازل ولا وقود للسيارات ولا لحام للمعادن ولا وقود للطائرات؟ كتبت الاجابه؟ كتبت الاجابه؟ كتبت الإجابة؟ إجابتك بتقول إيه يا دنا؟ لحام معدن. إجابتك بتقول إيه يا نور؟ أنا قريها. أيوة. لا هغيرها، هتبقى بس. ها؟ في المنازل. في المنازل. إيه الإجابة اللي أنت غيرتيها؟ إيه الإجابة بقى اللي أنت غيرتيها؟ أنا كنت خيال لحام معدن، بس هي طب ما هي قالت لحام معدن. أه، فأنا كنت عايز أغيرها عشان لو هي طلعت صح يبقى برضه أنا كده. طب يا نور انا هديكي، يعني بص قوانين البرنامج، الاجابه اللي بتتقال للاسف ما ينفعش تتغير، بس انت لو معاكي فرصه تغيري من قانون البرنامج هتغيريه دلوقتي؟ خدي قرارك، عشان انا هاخد قرارك ده وهعتمده. معاكي فرصه تغيري من قانون البرنامج تغيريه؟ اغير. معاكي؟ اشطبي اجابتك واكتبي الاجابه الثانيه. غاز الاسيتيلين بيطلع درجة حرارة كبيرة جدا وبيستهلك اكسجين اقل، فبالنسبة لنا الغاز المثالي اللي ممكن نستخدمه في عمليات الصهر والمعادن اللي هي اساس عمليات اللحم. لو دوست دوسة واحدة ماكنة لحام قصاد، نغير من قانون البرنامج ولا لا؟ كده إجابة السؤال ده هو لحام المعادن. نخش في سؤال الأخير. السؤال ده ظاهرة هنعملها، وركزوا كويس ومتتسرعوش، لان انا عارف اجابتكم اللي انتوا هتتسرعوا فيها وهتعملوها. ركزوا في الظاهره اللي هتشوفوها كويس عشان تفسروها بشكل مظبوط. دي ازازه فيها ميه، هنا فوطه، هحط قطعه من الكالسيوم كربايت وهقفل عليها بقطعه القماش وهوجه. اللي حصل
ركزوا كويس في السؤال. دلوقتي بعد ما حطينا كربيد الكالسيوم وقفلنا فواهة الإزازة بالقماشة اللي عندنا ومن خلال فتحة صغيرة وجهنا شعلة من النار. طبعا ممنوع تجربوا الموضوع ده في البيت، طبعا كده كانت مش هتقدروا تحصلوا على كربيد الكالسيوم. السؤال هنا، هل اللي حصل ده بسبب ان غاز الاستيلين هو غاز بيفرقع بصوت وبشدة، ولا حصل بزيادة ضغط الغاز لتعرضه للحرارة، ولا حصل بسبب وجود غاز الأكسجين بكثرة داخل الزجاجة؟ نور كتبتي ايه؟ الأستيلين بيشتعل بفرقعة. لأن الأستيلين بيشتعل بفرقعة. وانتي؟ ضغط الغاز؟ ضغط الغاز لأنه تعرض لحرارة. هو الأستيلين بيشتعل بفرقعة. طب أنا الأستيلين لو بيشتعل بفرقعة وجيت عدت التجربة دي تاني، طب ما أنا أحطه هنا وحطيت عليه القماشة، هتطير ولا مش هتطير؟ طبعا انتوا الاثنين متفقين ان الموضوع ملوش علاقه بالاكسجين، نسبه الاكسجين ثابته. اوكي اوكي. عموما وجود قطعه القماشه على الفواهه ثبت حجم الغاز اللي موجود. الغاز بيحصل له ايه بالحراره؟ بيتمدد ولا بينكمش؟ بيكسباند. فكرة المدافع دايما الصواريخ تبقى قايمة على الحرارة وبتستخدم وقود بيشتعل، لكن بصفة أساسية هي قايمة على زيادة ضغط الغاز بداخل الإزازة. برافو عليك يا دانا، نقطة كمان. قدرت تحصلي كم نقطة في التحدي ده؟ هيدروجين إجابة خاطئة، لحام المعادن انت غيرتيها، والأخيرة قلت ان هو بيشتعل بفرقعة، دي كانت إجابة خاطئة. فلو افترضنا ان انا حسبتلك نقطة، تقدرت تاخدي كم نقطة؟ اتنين. التحدي الأولاني خدت كم نقطة؟ الأولاني خالص؟ أيوة خدت اتنين، والتاني اتنين، والتالت اتنين، يبقى مجموعة ست نقاط. الأولاني خدت نقطة، التاني خدت نقطتين، والأخير نفترض انك خدت نقطة، فالمجموع أربع نقاط. يبقى كده مين تأهل معايا للمرحله اللي بعد كده؟ دانا. مبروك عليك يا دانا، تأهلت اللي بعد كده. نور فخور بيكي جدا، انت من اذكى واقوى الناس، لكن للاسف التسرع برضو ضيع منك نقط. والتردد، انا شايف التردد هي المشكله الاكبر، لكن انت يا نور عندك معلومات كويسه جدا، شغف بالعلوم فوق الرائع. بجد احنا كلنا فخورين بيكي وبنشكرك من قلبنا، وكان نفسك تكمل معانا. سنتوا الاثنين اي كان فيكم اللي هيكمل، انا كنت مبسوط بيه وزعلان على اي حد فيكم كان هيخسر، وتحديدا انت يا نور. عشان كده كلنا بنقول لك شكرا ليكي، وشكرا لوجودك معانا ومشاركتك معانا في البرنامج، كانت مشاركه مؤثره وملهمه معانا لكل الطلاب. شكرا ليكي يا نور. يا دانا جاهزه للي جاي؟ جاهزه. رايحه قبل النهايه، قولي كلمه لنور قبل ما تودعيها. زعيش ان خسرتي، انا ما كنتش متخيله ان انا ممكن انا اكسب، بس يعني زعليش. حصل خير يا نور، بسطتي معانا اهم حاجه في الثلاث حلقات اللي كنت فيهم. جدا بسطتي معانا يا دانا، جهزي اللي جاي عشان هتتبسطي اكتر، ورب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معانا، اتعلمتوا معلومات علميه جديده، عرفتوا تجارب وتحديات جديده ما بتتشافش غير في تحدي المختبر. ودلوقتي ما راكمش اي حاجه غير ان انتوا تستنونا في حلقه جديده من تحدي المختبر.